بكم طلابنا الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات جغرافية مصر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على موضوع هام جدا بعنوان عبقرية المكان واستراتيجية الموقع وعمق العلاقات الدولية. هنستعرض مع بعض العناصر اللي احنا هنشتغلها في المحاضرة أو اللي المفروض إن احنا النهاردة نستوعبها مع بعض. أول حاجة هنتكلم على حدود مصر السياسية، بعدين هنتكلم على استراتيجية الموقع وعمق العلاقات الدولية. الكلام يبدو يعني في البداية صعب شوية، لكن احنا هنبسطه وهنشرح على الخرائط مع بعض كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله عشان الأمور تبقى واضحة بالنسبة لكم. بعدين هنتكلم عن نشأة العاصمة المصرية وتغير موقعها طبعا من عصر إلى عصر. ثم هنتحدث عن أقاليم مصر الإدارية وأقاليم مصر التخطيطية. دي العناصر الأساسية اللي احنا إن شاء الله هنشتغلها مع بعض النهاردة في المحاضرة. هنبدأ أولاً، هناخد نبذة كده عن موقع مصر، وأنا عارفة طبعاً إن كلكم عارفين الكلام ده، بس إيه لازم نبدأ بيه في البداية عشان خاطر أفكركم كده واللي ناسي يفتكر معايا. مصر دولة أفرو آسيوية، وأما أقول أفرو آسيوية يعني هي بتقع في قارتين، جزء في قارة أفريقيا وده الجزء الأكبر 94% من مساحتها، والجزء الآخر في قارة آسيا وهي شبه جزيرة سيناء وهي حوالي 6% من مساحة مصر. يبقى أما أقول مصر دولة أفرو آسيوية أقصد إن هي جزء من أراضيها بيقع في قارة أفريقيا وده الجزء الأكبر، والجزء الآخر بيقع في شبه جزيرة في قارة آسيا المقصود بيه شبه جزيرة سيناء طبعا وهو 6%. طيب المساحة الكلية لمصر 1,450,000 كيلومتر مربع. فلكيا يعني ايه فلكيا؟ يعني الموقع الفلكي، يعني موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. فبنلاحظ ان الاراضي المصرية، وهنشوف الكلام ده حالا على الخريطة، بتقع في 9 درجات عرضية ونصف، فيما بين دائرتي عرض 22 درجة و31 درجة شمالا، مصر كلها في نصف الكرة الشمالي، ونحو 12 درجة طولية فيما بين خطي طول 25 و37 درجة شرقا. وعلى هذا الأساس بتتوزع الأراضي المصرية بين عروض مدارية في الجنوب، خدوا بالكم عشان الكلام ده هنحتاجه أما نتكلم على تأثير الموقع الفلكي على المناخ السائد في مصر، تمام؟ فتركزوا معايا كده كويس. أما أقول بتقع الأراضي المصرية في عروض مدارية في الجنوب، فأنا بتكلم على قربها من مدار السرطان، خلاص لأن موقعها طبعا قريب، أما أقول 22 درجة خلاص اللي هو الحدود المصرية السودانية اللي هو 22 درجة شمالا، فهنا أنا عندي حيصود المناخ الإيه اللي هو إيه شبه المداري في جنوب مصر، وعروض شبه مدارية في الوسط، وعروض شبه معتدلة في الشمال لأن أنا طبعا بتجه في اتجاه البحر المتوسط، فعندي هنا الإيه العروض المعتدلة أو المناخ هيبقى معتدل. فأنا بربط هنا ما بين الموقع الفلكي والمناخ يعني مستقبلا للموضوعات اللي هندرسها بعد كده إن شاء الله. ولا شك في أن الموقع الفلكي بهذه الخصائص له تأثير أهو على أحوال المناخ السائد، ده اللي إحنا لسه قايلينه، وما يرتبط به من أنشطة اقتصادية هنتعرف عليها إن شاء الله، زي مثلا في أمطار معينة هيبقى عندي مثلا زراعة وهكذا، هنشوف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بطبيعة المناخ. هنا خريطة بتوضح الموقع الفلكي لمصر. الموقع الفلكي المصري يعني إيه؟ يعني موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الموقع الفلكي هنا وخطوط الطول ودوائر العرض مهمة قوي، خاصة خطوط الطول ودوائر العرض، لأن إحنا هنتكلم عليها في الحدود السياسية. حدود مصر السياسية فيها حدود فلكية بتمشي أو بتسير هندسيا مع خطوط الطول ودوائر العرض، زي إيه؟ زي حدود مصر مع السودان اللي هي بتسير مع دائرة عرض 22 درجة شمالا، ونفس الكلام مع الحدود المصرية الليبية أو حدود مصر مع ليبيا اللي هي الحدود الغربية، جزء كبير منها بيسير برضو مع خط الطول، تمام؟ أما أتكلم على حدود مصر الشمالية، أنا بشرح على الخريطة عشان مهم قوي إن أنتوا تبقوا فاهمين الكلام ده معايا. حدود مصر الشمالية حدود بحرية، لأن إحنا الساحل المصري الشمالي مطل على البحر المتوسط، فهنا أنا حدودي هتبقى في حدود بحرية مع لنا يعني لنا طريقة هنشوف دلوقتي إزاي هنحدد حدود مصر البحرية وفقا لقوانين البحار وقوانين المياه الدولية والإقليمية.
حدودنا الشرقية برضو عندنا خليج العقبة وعندنا البحر المتوسط، فجزء منها هتبقى حدود بحرية، زائد طبعا حدودنا مع فلسطين. ده بالنسبة للحدود الشرقية. يبقى أنا عندي الحدود الشمالية والحدود الشرقية، جزء كبير منها حدود بحرية، حدود بحرية مش برية. أما حدود مصر مع السودان هي أطول حدود برية، وعندي برضو حدودنا مع ليبيا حدود برية، يعني ما مرتش بمسطح مائي أو مسطح بحري. واضح كده؟ طيب، حدود مصر السياسية زي ما أنا قلت، الحدود الشمالية والشرقية حدود بحرية. أجي أقول لك في الامتحان صح أم خطأ، الحدود الشمالية والشرقية لمصر حدود برية. طبعا غلط، حدودنا الشمالية مع البحر المتوسط وحدودنا الشرقية مع البحر الإيه؟ الأحمر وخليج العقبة، بينما حدودها الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية حدود برية. الحدود الشمالية ما نتكلم عليها، بيمتد خط الساحل المصري طبعا المطل على البحر المتوسط من رفح في الشرق إلى غربي السلوم في الغرب لمسافة تبلغ 995 كيلومتر. وبناء على قانون البحار اللي انا لسه كنت بقول لكم ازاي احنا هنحدد الحدود البحريه، فان لمصر السياده المطلقه على مياهها الداخليه والاقليميه بجانب ولايتها على المنطقه الاقتصاديه الخالصه، وهوريكم الكلام ده على الخريطه حالا. المنطقه الاقتصاديه الخالصه دي مصطلح بيشير الى المنطقه اللي بتحتوي على ثروات طبيعيه في الحوض الشرقي من البحر المتوسط، اللي هي المنطقه اللي فيها الغاز الطبيعي والبترول وكل الثروات الايه الطبيعية الموجودة في مياه البحر المتوسط. وبهذا يمتد خط الحدود البحرية الشمالية على مسافة تتراوح ما بين 90 ل 150 ميل بحري. هي دي الطريقة اللي احنا يعني هي دي الحدود المصرية في البحر أو حدودنا البحرية الشمالية. خلاص، من خط الساحل المصري، من خط الساحل بتاعنا اللي هو خط الأساس بتاعنا أو يعني خط كنتور صفر ده اللي هو خط الساحل، منه هيبقى لينا من 90 ل 150 ميل بحري في اتجاه الايه؟ في اتجاه الشمال او في اتجاه البحر المتوسط. اهو هنا كده ادي مصر اهي، وادي ده خط الساحل او خط الاساس بتاعنا اللي احنا لينا منه من 90 ل 150 ميل بحري، يعني المسافه دي بتضيق هنا خلاص وبتتسع مثلا هنا في الجزء ده، يعني ليها رينج، ليها متوسط، وهي محدده على الخرائط زي ما انتم شايفين. واحنا طبعا لنا تجاور اهو مع الحدود البحريه لليبيا اللي هي اصلا دوله مجاوره، ومع فلسطين انها دوله مجاوره، ومع تركيا حدود بحريه خلاص، ومع قبرص حدود بحريه. فالخريطه هنا بتوضح لنا الحدود الشماليه المصريه وازاي بيتم تحديدها من خلال قانون البحار. طيب، الحدود الشرقيه حدود بريه في اقصى الشمال، في اقصى الشمال بتفصل الأراضي المصرية عن الفلسطينية، وبيبلغ طول خط الحدود ما بين مصر وفلسطين 270 كيلومتر، ومهم قوي إن أنتوا تعرفوا الكلام ده. وبتمتد الحدود المصرية البحرية الشرقية، خدوا بالكم، المصرية البحرية الشرقية، يبقى أنا بتكلم على الحدود اللي هي موجودة في خليج العقبة والبحر الأحمر، ودي حدود بحرية، حوالي 630 كيلومتر من رأس خليج العقبة وحتى خط الحدود المصرية السودانية على البحر الأحمر. طيب، الحدود الغربية مع ليبيا جزء كبير منها هيمشي مع خط مع خط الطول خلاص 25 درجة، لكن الجزء الشمالي منها هيمشي مع يعني بشكل متعرج كده، وهنعرف ماشي مع ايه دلوقتي. تم الاتفاق بين مصر وايطاليا عام 1925 على ترسيم الحدود السياسيه بين مصر وليبيا. يبقى امتى تم الاتفاق؟ 1925 ميلاديه. وبتبدا الحدود من نقطه على الشاطئ بنسميها نقطه بيكون، الواقعه عند بئر الرمله على بعد 10 كيلومتر شمال غرب السلوم، ومنها بيتجه للجنوب الغربي حتى واحه ملقا، وهنشوف الكلام ده على الخريطه، بالقرب من واحد جغبوب، ثم يتسق بعد كده خط الحدود مع خط طول 25 درجة. يبقى هنا هتبدأ اهي الحدود المصرية الليبية تمشي مع خط طول 25 درجة، وتبقى حدود طبعا فلكية او حدود برية هندسية، حتى يلتقي بدائرة عرض 22 درجة ايه جنوبا، اللي هي حدود مصر مع السودان. على الخريطة هنا بصوا كده، ده خط الطول اهو اللي ماشي معاه حدود مصر مع ليبيا. في الجزء البداية دي نقطة بيكون هي النقطة على الساحل، بيبدأ ياخد شكل كده كيرف شوية، كيرفي شوية، وبعدين واحد جغبوبة اهي الموجودة هنا اهي، وده بحر الرمال، بعدين بيتسق خط الحدود مع خط طول 25 درجة شرقا اهو، ودي صورة لواحد جغبوب اللي هي بالقرب من الحدود المصرية الليبية، وهي طبعا حدود برية زي ما انا ايه
وضحت. طيب الحدود الجنوبية دي بسيطة جدا وسهلة جدا، هي بتسير مع خط طول 22 درجة شمالا، اللي هي الحدود مصر مع السودان، وهي أطول حدود برية لجمهورية مصر العربية. يبقى اما اجي اقول لك تعتبر حدود مصر مع السودان أطول حدود برية، أو إن أنا أقول الحدود الجنوبية حدود مصر مع السودان أو الحدود الجنوبية، هي واحد خلاص. طولها 1280 كيلومتر، تم تعيينها باتفاقية عام 1899 ميلادية، وبيتسق الحد السياسي بين مصر والسودان مع دائرة عرض 22 درجة شمالا. طيب عايزين نشوف تأثير الموقع ده على مصر. هل يا ترى موقع مصر الفلكي والجغرافي كان له تأثير عليها؟ بالطبع كان له تأثير عليها. هل أكسبها ميزة استراتيجية أو إداها مميزات معينة؟ هل المميزات دي استقرت أو فضلت زي ما هي، ولا تأثرت على فترات من العصور؟ يعني أهمية الموقع بتزيد وبتقل، يعني ممكن حاجات تحصل تأثر على قيمة الموقع تقلل منه، وممكن تعديلات بسيطة يضيفها الإنسان تزيد من قيمة الموقع. آه طبعا ده ممكن، وده اللي احنا هنعرفه على مدار تاريخ مصر في خلال فترات، يعني في نقاط محددة. موقع مصر الجغرافي جعلها مركزا يتوسط المعمور في العالم القديم، وجنت مصر ثمار أهمية موقعها الاستراتيجي عبر تاريخها الطويل. طيب أهم حاجة، أهم مميزات الموقع إيه؟ التجارة. أي موقع مميز بيبقى طبعا في شبكة طرق ورواج تجاري كبير جدا. طبعا مصر كانت طرق التجارة بتنتهي عندها لتبدأ منها، هنشوف الكلام ده على الخرائط. وبيرى البعض أن موقع مصر جلب لها العديد من الغزوات، خاصة إبان عصور الضعف السياسي، كما جعلها قبلة لتيارات من الهجرة الوافدة في عصر القوة والرخاء الاقتصادي. يعني مصر موقعها جلب ليها الغزوات دي، طبعا دي حاجة مش كويسة، إن في جزء من الغزوات معظمها كانت بتيجي من الحدود الشرقية. لكن برضو الموقع كان من مميزاته، الموقع المميز المتوسط ده، إن هو كان نقطة بتلتقي عندها معظم الطرق اللي تبدأ منها التجارة على مدار العصور المختلفة. طيب اكتشاف أهمية الموقع في العصور الكلاسيكية، ما بتكلم على العصور الكلاسيكية العصور القديمة، يعني عند اليونان والرومان اللي هي العصور الكلاسيكية. بيرتبط تاريخ مصر ارتباط وثيق بموقعها الجغرافي. بدأت أهمية الموقع الجغرافي لمصر منذ فتح الإسكندر الأكبر طبعا 332 قبل الميلاد. نشطت التجارة القديمة في العصور اليونانية والرومانية عبر طرق تخترق أراضي مصر والعراق. أنا برضو هفكركم بإن في العصور اليونانية والرومانية كانت الإسكندرية هي عاصمة البلاد، والإسكندرية طبعا هي على ساحل البحر المتوسط، وتعتبر من أهم المواني المصرية آنذاك وما زالت طبعا. وكان هنا النشاط التجاري لليونان والرومان كان بيعتمد على طرق الملاحة البحرية من خلال تعاملاتهم مع الإمبراطوراتهم الموجودة في حوض البحر المتوسط. فعشان كده كان اختاروا هم الإسكندرية على الساحل، عشان التجارة هنا كانت عن طريق البحر المتوسط، يعني مسارات ملاحية. تعظمت المكانة الاستراتيجية لمصر حينما يعني بلغت مصر مكانة مرموقة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي بسبب اتساع نطاق مرور التجارة بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي. هنشوف الكلام ده، يعني عايز يقول لك إن مصر موقعها المتوسط كان حلقة وصل بين الشرق الآسيوي وبين الغرب الأوروبي، والنقطة دي هتزيد قوي أما يتم حفر قناة السويس، اللي هي هتربط طبعا العالم وهتربط الغرب بالشرق من خلال المرور بمصر. هنا دي شبكة طرق العصر الروماني، وخدوا بالكم معظمها في حوض البحر المتوسط، ده الكلام اللي أنا كنت بقول عليه. وهنا الإسكندرية هي اللي هي كانت عاصمة مصر في العصور الرومانية واليونانية والرومانية خلاص. وكل الطرق اللي باللون الأورنج دي كانت بتتجه إلى الإسكندرية. وهنا بيقول لي الرومان تريد نتورك، هنا شبكة الطرق الرومانية خلاص، وكانت بتتجه إلى مساراتها المختلفة، ويعني على الساحل من وإلى وهكذا لتنتهي في الإسكندرية، طبعا عاصمة مصر آنذاك. خدوا بالكم كمان كان في فروع النيل القديمة هنتكلم عليها بعدين إن شاء الله، كان بيتم برضو النقل من خلالها. فهنا النقل كان نقل برضو ايه نهري، يعني كان فيه هنا فرع قديم اندثر كان مرتبط، كان قريب من الإسكندرية، فكان بيتم منه برضو زي ما انتم شايفين كده المسار ده كان بيمشي
عبر جزء منه عبر فروع النيل القديمة. مكملين إحنا في استراتيجية الموقع وعمق العلاقات الدولية، هنتكلم على دور الموقع في احتكار طرق التجارة. تعرض العالم العربي في العصر الإسلامي لأخطار خارجية غيرت موازين القوى. هنا زي ما قلنا إحنا يعني الموقع أحيانا هيبقى يعني له دور بارز، وأحيانا هيضمحل لدوره ده، وهنشوف الأسباب إيه هي. أصبحت مصر سوقا ضخما اجتمعت فيه كل متاجر العالم، ومنذ أواخر القرن الخامس عشر والسادس عشر حصل بقى هنا الدروب تاني. هقول تاني، يبقى في العصر الإسلامي لحد يعني اليوناني والروماني والإسلامي كان مصر سوق عالمي بتجتمع فيه كل متاجر العالم. وبعدين إيه اللي حصل خلى موقع مصر يعني يتراجع أو قيمته تبدأ تتراجع؟ حركة الكشوف الجغرافية واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح أثر على موقع مصر بشكل كبير، وهنشوف الكلام ده إزاي. حصل إمتى؟ حصل الكلام ده في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، حينما طبعا نشطت حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية من المحيط الأطلنطي، واكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح اللي كان محط أنظار العالم آنذاك. طيب، انتكاس دور الموقع، خدوا بالكم هنا هيحدث عندي انتكاسة شوية في دور في الموقع الجغرافي، وبعدين هيبدأ تاني ينشط مع حفر قناة السويس. اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 ميلادي، وأدى هذا الكشف إلى تراجع أهمية الموقع الجغرافي المصري. يعني أجي أقول لك صح أم خطأ، اكتشاف البرتغاليون لطريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى تراجع أهمية الموقع الجغرافي المصري. طبعا صح، لأنه كان محط أنظار العالم، ويعني طريق جديد، وهيربط برضه ما بين الغرب الأوروبي والشرق الآسيوي. فكل العالم كان طبعا حركة التجارة كانت من آسيا برضه نشطة، بيحتاجوا مواد كثيرة من آسيا، فكانوا بياخدوا الطريق ده للوصول إلى قارة آسيا. أما اضمحل دور الموقع، طبعا الكلام ده كان في نهاية الدولة المملوكية، أفلست المواني وساد الفقر، وفي عام 1869 أشرقت الشمس من جديد على مصر طبعا من خلال شق قناة السويس. يبقى اللي أنا عايز أقوله إن الموقع هنا أهميته بتختلف حسب متغيرات عالمية ومتغيرات داخلية خاصة بمصر، تمام؟ يعني متغيرات داخلية خاصة بمصر في وقت الحروب والصراعات والنزاعات، ومتغيرات عالمية زي مثلا الكشوف الجغرافية، اكتشف طريق جديد خالص أثر برضو على موقع مصر الجغرافي. طيب، هنا ده طريق رأس الرجاء الصالح، هنا طبعا دي البرتغال، هنا كده قارة أوروبا، البحر المتوسط، هنا لشبونة اللي بتنطلق منها الكشوف أو رحلة الكشوف الجغرافية، وده طبعا المحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي، وده مسار طريق رأس الرجاء الصالح مرورا بجنوب أفريقيا، ثم بيسير بمحاذاة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، ثم ينطلق إلى الهند، ويبقى كده هو وصل إلى طبعا قارة آسيا. ده الطريق. وهنا بقى الطريق بتاعنا بتاع أوروبا كان الطريق القديم، اللي هو كان بينطلق من أوروبا عبر البحر المتوسط ثم إلى بحر القلزم، اللي هو شبه مسار قناة السويس، لكن هنا ما كانتش لسه اتحفرت قناة السويس، فكان في جزء هنا بري أو عن طريق يعني هنا في جزء كان لسه مفيش اتصال ما بين البحرين المتوسط والأحمر. دي طرق التجارة القديمة في الوطن العربي، اللي هي طريق الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية وطريق مصر وطرق الصحراوية. هنشوف بعد قناة السويس، هنا ده طريق قناة السويس أهو بتنطلق كده التجارة من أوروبا، بتسير في المحيط الأطلنطي الشمالي ثم إلى مضيق جبل طارق ثم إلى البحر المتوسط ثم إلى قناة السويس البحر الأحمر، ها، ثم إلى المحيط الهندي ثم إلى إيه؟ قارة آسيا أو إلى الهند. هنا ده طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا الطريقين هنا قدامنا نقدر نقارن بينهم. طريق قناة السويس بيوفر حوالي 30% من المسافة دي، يعني المسافة دي أطول، باينة طبعا جدا على الخريطة، أطول يعني وقود أكتر، يعني فترات زمنية أطول، يعني التكلفة بتاعته هتكون أعلى. طريق أقصر يعني التجارة هتوصل بسرعة، كمية الوقود المستخدم هيكون أقل، التجارة توصل أسرع. فطبعا ده الطريق الإيه؟ الأسرع والأوفر من طريق رأس الرجاء الصالح، اللي هو الطريق الإيه؟ الأطول. الضبط المكاني واستعادة قيمة الموقع الجغرافي. استعادت قناة السويس
الدور الاستراتيجي لموقع مصر رجع تاني هو الموقع بقوة مع إنشاء قناة السويس، وتم افتتاحها رسميا في 17 نوفمبر 1869 ميلادية، وأصبحت منذ ذلك الحين ممرا بحريا عالميا على الطريق الملاحي بين أوروبا وجنوب شرق آسيا. وتوفر قناة السويس أهو حوالي 35% من المسافة مقارنة بطريق رأس الرجاء الإيه؟ الصالح. ونتيجة طبعا في تحديات طبعا ومنافسة للبدائل وكلام من ده كله، نتيجة لنقل كمية كبيرة من البترول عن طريق الأنابيب وعن طريق رأس الرجاء الصالح تراجعت أهمية قناة السويس. لذلك مصر لجأت إلى إيه؟ تطوير قناة السويس وتعميقها، اللي هو اللي أنتوا طبعا شاهدتوه في الفترة من كام سنة، يعني في وقت قريب جدا تم تطويرها وتعميقها لتصبح مؤهلة لعبور السفن والنقلات العملاقة بغطس 35 قدم. اللي احنا عايزين نقوله من الكلام ده ايه؟ ان احنا لازم مصر تنافس وتكون على مساق التطورات العالمية اللي بتحصل، وتحافظ على موقعها وتعمل على تطويره عشان نقدر ان احنا نستمر في التحديات العالمية. هنا ده مسار طبعا قناة السويس ومحافظات القناة. عندنا طبعا السويس، هنا محافظة السويس، هنتكلم دلوقتي على محافظات القناة بالتفصيل، وبحيرة المنزلة، وده مسار القناة بتاعتنا. هنا التوسعة، هنا التوسعة والتعميق عشان تستقبل قناة السويس سفن بغاطس أكبر، أو سفن يعني حمولتها أكبر مما كانت بتستقبله فيما سبق. تمام. طيب نشأة العاصمة، ده نقطة مهمة هنتكلم عليها. طبعا في كل فترة كان في عاصمة معينة عشان المصريين وقتا طويلا يترددون بين الصحراء والوادي، حتى استقر بهم المطاف في الوادي والدلتا. طبعا الوادي والدلتا حيث توافر المياه والأرض الصالحة للزراعة. قام الملك مينا بتوحيد القطرين وتوحيد العاصمة لتكون منف بالقرب من الجيزة، ده في عهد الملك مينا. فهذه الأسرات تم نقل العاصمة ما بين طيبة اللي هي الأقصر، وإخناتون اللي هي تل العمارنة، وهنيسيا اللي هي بمحافظة بني سويف. ونلاحظ أن العواصم في الفترة دي لم تخرج من نطاق الوادي. الإسكندر الأكبر 332 قبل الميلاد طبعا اختار الإسكندرية عاصمة لمصر في عهد البطالمة والرومان. عند الفتح العربي 640 ميلاديا كانت العاصمة ما بين الفسطاط والعسكر والقطائع، وعلى فكرة هما الثلاثة كانوا في مكان واحد لكن اسمهم كان بيتغير. بعد كده قاهرة المعز في عهد جوهر الصقلي. في الوقت الحالي اللي احنا فيه تم إنشاء مجموعة من المدن الجديدة نظرا لتضخم السكان بالقاهرة. طيب دي شكل عواصم مصر عبر العصور. الإسكندرية اهي في العصر الروماني وفي عصر البطالمة والرومان، وطبعا هي ميناء زي ما انا قلت بيطل على ساحل البحر المتوسط. وباين هنا برضو عايز اوريكم هنا الفسطاط والعسكر والقطائع، ده موقعهم على الخريطة. هم الثلاثة يعني في نفس الموقع لكن الاسم اللي كان بيتغير. طبعا القاهرة العاصمة الحالية للبلاد. أما أتكلم على أقاليم مصر الإدارية، أنا عملت لكم جدول كده عشان خاطر تكون الموضوع يعني منظم فيه وأنتوا تذاكروه بنفس الطريقة. إحنا عندنا 7 أقاليم لمصر إدارية. عندنا إقليم القاهرة الكبرى والإقليم الواحد فيه أكتر من محافظة، وإقليم الإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة، وإقليم شمال الصعيد ووسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد. 7 أقاليم. كل إقليم من الأقاليم ده له عاصمة، كل إقليم من الأقاليم دي لها عاصمة. إقليم القاهرة الكبرى عاصمته القاهرة، 3 يعني بيشتمل على 3 محافظات اللي هم القاهرة والجيزة والقليوبية. خدوا بالكم إقليم القاهرة الكبرى ده أكثر الأقاليم تكدس سكاني، يعني أكبر عدد سكاني أو أكثر كثافة سكانية موجودة في إقليم القاهرة الكبرى. كام؟ أنا كاتباه باللون الأحمر أهو، 25% من إجمالي عدد سكان مصر بيعيش في إقليم القاهرة الكبرى، يعني حوالي ربع سكان مصر موجودين في إقليم القاهرة الكبرى. إقليم الإسكندرية بيشمل على محافظة إسكندرية والبحيرة ومطروح، ومساحته 22.44% من مساحة مصر، في سكان حوالي 12.5%. خدوا بالكم من الإقليم الجاي، إقليم الدلتا، اللي هو طبعا برضو هنلاقي فيه كثافة سكانية عالية جدا، اللي هي بيشمل على محافظة الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية ودمياط، ده إقليم الدلتا اللي هي محافظات الدلتا. مساحته 1.9%، يعني ما كملش حتى 2% من مساحة مصر. الكثافة السكانية أو عدد السكان، نسبة عدد السكان من إجمالي عدد سكان مصر سنة 2014 كان 21.8%. شوفوا 21%
من سكان مصر بيعيشوا على مساحة حوالي 1.9 من مساحة مصر، وطبعا دي مساحة صغيرة جدا ومحدودة جدا، وده إن دل على شيء يدل على التركز السكاني في الوادي والدلتا. التركز السكاني في الوادي والدلتا، وطبعا عندنا خلخلة سكانية كبيرة جدا في باقي المناطق أو باقي المحافظات اللي هي بتقع في المناطق الصحراوية. إقليم القناة، إقليم القناة بيشمل على 6 محافظات: بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء. مساحته 8.4% من نسبة مساحة مصر، والكثافة السكانية في 10.8% من مساحة من إجمالي عدد سكان مصر. عندنا هنا إقليم برضو مهم قوي، عندنا هنا إقليم وسط الصعيد، ده بيشمل على محافظتين أو بيشتمل على محافظتين هي أسيوط والوادي الجديد، وخدوا بالكوا ده 40.14% من مساحة مصر، مساحته كبيرة جدا جدا جدا، وبيسكن فيه فقط أو بيقطنوا حوالي 5% من إجمالي عدد سكان مصر سنة 2014. وهنا بقى المقارنة، شوفوا 40% بيسكن فيهم 5%، 1.9% بيسكن فيهم 21.8%، فهنا ده اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبة للتوزيع السكاني. طيب دي أبرز الملاحظات، وطبعا عندنا إقليم جنوب الصعيد بيشتمل على محافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وده 1.9% من مساحة مصر، وبيسكن فيه حوالي 21% و8% من سكان مصر. إقليم القاهرة الكبرى أكبر الأقاليم، أنا هنا بقول أبرز الملاحظات، هو أكبر الأقاليم من حيث عدد السكان ويليه إقليم الدلتا. إقليم وسط الصعيد أكبر الأقاليم من حيث المساحة ويليه إقليم الإسكندرية. إحنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم إن شاء الله على خير في محاضرة جديدة. تحياتي دكتورة أسماء الكرش، وإلى اللقاء.